السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو التصحيح ديال واحد الاكزرسيس. دونك اكزرسيس 2، ديجا حنا درنا واحد الاكزرسيس، دونك توجور حنا في الديفلوبمون. اذا عندنا هاد الاكزرسيس، نحاول انني نوقف الفيديو ونخدم التمرين ابري عاد نشوف كوريجي. دونك كتذكير شنو شفنا اخر حصه؟ دونك ديفلوبمون سامبل، شفنا ك فوا A plus B، donc le produit d'un nombre par une somme ou bien par une différence. Donc c'est-à-dire le développement. Donc غادي نحولوا هذا الجداء الى جمع، وهنا غادي تحولنا الى طرح. دونك حسب الاشارات اللي عندنا، اذا غادي نحاول نوزع ك على A وك على B. Donc toujours k fois a moins k fois b. Donc هذا هو اللي شفناه الحصه اللي دازت. اذا غادي نحاولوا نخدموا التمرين. عندي a تساوي 2، دونك عامل لx زائد 3. اذا شنو قلنا؟ ملي ما يكون عندي هنايا حتى شي رمز، دونك راها ديريكتومون برودوي. هذه هي 2 فوا اكس بلس 3، بحال عندي ك فوا ا بلس بي. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نوزع 2 على اكس و 3. اذا 2 في اكس زائد 2 في 3، نتيجة 2x plus 6. دونك هنايا واش يمكن لي نجمع 2x مع 6؟ ما يمكنش. اذا هنا عندنا واحد المجهول x، وهنا عندي فقط رقم داكور. او بيان لوجيكمون رياضيا عندي x à la puissance 1، وهنايا راها x à la puissance 0. ميم سي ما كنكتبوهاش، راها عندنا فوا x à la puissance 0. هادي شفتوها في القوى، شنو كتعطيني؟ واحد. اذا 6 في 1 هي 6، دونك هذا من الدرجة الاولى، هذا من الدرجة عندي صفر، ما يمكنناش نجمعهم. داكور، دونك جوج تاع الحوايج مختلفين. اذا نمشيو لبي 5 فوا اكس بلس 5 فوا 6. دونك كاين اللي غادي يشوف هاد الشيء يتلف. هنا سامبل غادي ندير هنايا ديفلوبمون ديالي 5 فوا اكس بلس 5 فوا 6، ونزيد هنايا 3 اكس. داكور، من بعد غادي نمشي نكتب 5 اكس بلس 30 بلس 3 اكس. الا كان مطلوب السؤال فقط ديفلوبمون، يعني ديفلوبي، غادي نحبس هنا، عندي صحيح. إلا كان عندي ديفلوبي اي سامبليفي، دونك لا ريديكسيون، غادي شنو ندير؟ نجمع لي من نفس الدرجة، دونك 5 إكس زائد 3 إكس، دونك 8 إكس زائد 3. داكور، دونك توجور نكمل الخدمة ديالي أحسن. إذا 5 إكس نجمعها مع 8 إكس، دونك نفس اكس اكس. اذا عندي من نفس الدرجه ممكن نجمعهم. نجمع 5 مع 3 هي 8، و 30 نخليها بوحدها. داكور، دونك نشوفو سي. اذا تعطينا 4 اكس، دونك 4 في اكس هي 4 اكس زائد 4 في 1، دونك تعطينا 4 زائد 2 في 7 إذا 14 زائد 2 في x، دونك 2 x. نفس الشيء شنو غادي ندير؟ غادي نجمع اللي كيف كيف، دونك 4 زائد 14 تعطينا 18، 4 x زائد 2 x هي 6 x. داكور، إذا هنا ما يمكن ليش نزيد نجمع، نخليها هكا. نمشيو للدي، دونك لاحظتو معايا راني خرجت ديريكتومون. دونك من الأحسن
نخرج ديريكتومون بلا ما نبقى 4 فوا اكس زائد 4 فوا 1 ونرجع للسطر عاوتاني داكور. دونك اللي كيغلط يخدم باللاتي عليه. دونك 3 في 5 هي 15 زائد 3 في 5 اكس. اذا لاحظوا هنا ما نغلطش، ماشي 3 في 5 وبيان 3 في اكس، عندي 5 اكس هو بي ديالي. دونك 3 في 5 العدد في العدد يعطيني 15. اذا هنا راني ديجا ضربت 3 في 5 ما نعاودش نضرب 3 في اكس، دونك اكس وحده صافي. 3 في 5 راني خدمتها، ما نرجعش 3 في اكس، ما عنديش هنا الجمع، عندي الجدار. دونك راها 3 في 5 في اكس، اذا هي 15 اكس داكو، زائد 8 في 1 هي 8. دونك هنا نحدي راسي، عندي واحد الموان، دونك البلوس مع الموان يعطيني موان، و 8 في اكس اذا 8 اكس. دونك نمشي نشوف نفس الدرجه نجمعهم، اذا عندي 15 الاكس ناقص 8 اكس. دونك غادي نكتبها باش ما تغلطوش، 15 زائد 8. دونك اللي يغلط ديما يكتب هكا باش ما يغلطش ويهز العدد به بالاشاره ديالو. دونك ناقص 8 اكس ماشي يجي ويكتب 15 زائد 8 اكس داكو. دونك 15 اكس ناقص 8 هي 7 اكس، زائد دونك 15 مع 8 هي 23. اذا هنا ما بقى لي ما نجمع، نخليها هكا. نمشيو ل او، دونك اكس فوا 5 هي 5 اكس، اكس فوا اكس دونك بلوس اكس فوا اكس هي اكس على بويسونس 2. دونك هنايا ما يمكنليش نجمع، هذه من الدرجه الثانيه وهذه من الدرجه الاولى، اذا ما يمكنناش نجمعهم، نخليوها هكذا. ا فوا 5 بلوس في الموان موان، دونك تعطيني ا اكس ولا ا فوا اكس كيف كيف. دونك البلوس للبلوس تعطيني بلوس، دونك ا فوا ا هي، إذن غادي نكتبها باش تتبع مزيان. دونك 5 ا، دونك هنا واحد الإشارة، عندي ا فوا 5. حاولوا أنكم ديما تكتبوا تسبقوا الرقم قبل الحرف. دونك هنا ا فوا 5، ولكن ملي نجي نحيد هاد الإشارة ديالي نتاع البرودوي، دونك لو سين ديال البرودوي، غادي نسبق الارقام قبل الحروف، ما يمكنناش نكتبو هكا ا 5. دونك هذه كتابه نحاول انني ما نكتبهاش، 5 هي الاولى موراها ناقص ا اكس بلس ا فوا ا سي ا على بويسونس 2 داكور. اذا هنا واش ممكن انني نجمع شي حاجه؟ ما يمكنش، هادي رقم مع ا، هذا ا مع اكس، وهذا من الدرجه الثانيه، اذا نخليها هاك ما ندير حتى شي حاجه. جي 3 اكس فوا 1 شحال غادي تعطيني؟ 3 اكس، دونك 3 اكس فوا ايغريك، وعندي هنا واحد الموان، دونك نحضر راسي البلوس في الموان يعطيني موان. 3 اكس فوا إيكغيك هي 3 إكس إيكغيك، إذا تبقى لي هكا. نمشيو لأش، 5 إكس فوا 3، إذا هناك لاحظوا في جوج 3 إكس، هنا 5 إكس داكو. إذا 5 إكس فوا 3 غادي نكتبها بلس، دونك اكس 5 اكس فوا اكس،
داكوغ، إذا هذا فان. دونك ندير الجداء تاع العددين يعطيني 15x بلس، دونك 5 فوا 1 هي 5، x فوا x هي x على بويسونس 2. داكوغ، دونك هنا نحبس حيت ما عنديش هذا من الدرجة الأولى وهذا من الدرجة الثانية، دونك مايمكنليش نجمعهم. إذا سالينا هاد ليكزارسيس، غادي نشوفو إكزارسيس 3. دونك هاد ليكزارسيس عندي لا كيستيون فيها كومبليت أتمم. إذا شنو غادي نكمل؟ هاد لي بوانتين اللي عندي كل وحدة شوف شنو غادي ندير فيها. دونك أول وحدة عندنا إكس بلس إكس الجمع، دونك عندي الجمع شنو غادي نجمع؟ غادي نجمع إكس مع إكس. هنا ميم سي ما كنكتبوهاش راه عندنا واحد، واحد زائد واحد، دونك واحد زائد واحد شحال كتعطيني؟ اثنان. نتاع من هذه اثنان نتاع الإكس، داكو؟ دونك غادي نعطي مثال باش تفهمو. باي إكزومبل عندي ثلاثة زائد ثلاثة، دونك شنو غادي تعطيني؟ نجمع ثلاثة مع ثلاثة ستة. دونك في هاد الحالة هادي بحال عطيت الإكس ثلاثة، واحد في ثلاثة زائد واحد في ثلاثة، داكو؟ يعني الإكس غادي تاخد نفس لافالوغ سوا هنايا في هادي ولا في هادي، حيت عندي نفس الإكس دونك غادي تاخد لي نفس لافالوغ. دونك كاين لي غادي يجي ويدير غير جوج، ما يمكنش، حنا نتعاملو مع واحد الإكس، دونك غادي نكتبها في شحال عندي من ثلاثة. دونك الجمع دائما كيتحول لواحد الجداء. إلا بغيت نعبر على ثلاثة زائد ثلاثة شحال عندي من ثلاثة؟ اثنان في ثلاثة، دونك هاد ثلاثة هي الإكس في هاد الحالة، جوج فوا إكس، داكو؟ نعوض إكس بأي عدد بغيتو. إذا الجمع ما ننساش هاد الإكس ديالي، ماشي غير نجي ونكتب اثنان، اثنان إكس. إلا كان عندي إكس في إكس، هنا عندي جداء، هنا عندي جمع، هنا عندي جداء، دونك مختلفين في الجداء شنو كنطبقو؟ إلا كان عندنا نفس العدد كيتعاود، غير شوف نفس العدد كيتعاود كنطبق القوى. ميم سي راه عندي إكس، إكس يقدر ياخد صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أي عدد. دونك إكس نحطها، غادي نحتفظ بنفس الأساس. دونك هذه هي القاعدة اللي كنتو شفتو في القوى، عندي أ فوا أ، وهنا إن إم. دونك شنو كنديرو؟ كنحتفظو بالأساس ونجمعو الأسين. إذا هنا الأس شحال عندنا؟ واحد، وهنا واحد. إذا إكس كنحتفظ بها ونجمع الأسين غادي تعطينا اثنان. هذه كتكون بزاف في الديفلوبمون، إذا نحاول أنني نشدها بلا ما نبقى نطبق واحد زائد واحد، اثنان زائد واحد، ولا إذا نجمع نشوف شحال عندي من إكس. عندي هنا واحد، واحد تساوي اثنان، إذا هنا دوز إكس، هنا عندي إكس على بويسونس دو. دونك هنا غادي نشوف أ بي، إذا أ بي حروف، أ بي زائد أ بي، دونك هنا عندي جمع شحال عندي من أ بي؟ واحدة، واحد، واحد، دونك ميم سي ما كنكتبوش واحد راه كاينة وحدة. إذا أ بي زائد أ بي زائد أ بي تساوي ثلاثة أ بي، ثلاثة في أبي يعني عندي ثلاثة من أبي، داكو؟ إذا أبي فوا سانك أ. دونك باش نفهم مزيان غادي نحاولو نفكوها باش تفهمو، دونك من بعد غادي نخدمها ديريكتومون. هنا أبي شنو كاين بيناتهم؟ قلنا الحروف ما كنكتبوش بيناتهم البرودوي، إذا عندي فوا، فوا دونك نفس الشيء 5 فوا ا،
داكوغ. دونك الا جيت نسامبليفي شنو كاين عندي؟ رقم ديما نسبقه خمسة أ، ولكن ما عنديش غير أ وحدة، عندي أ فوا أ. هادي ديجا خدمناها هنايا نفس العدد، وعندي الجداء نفس العدد كيتكرر. شحال عندي تكرار؟ جوج. إذن كنعبر عليه بالقوة، دونك أ بويسونس دو يعني أ أن، أ بويسونس أن. دونك نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين، أ بويسونس دو. بي عندي بغي وحدة، داكوغ. دونك هنا نجي نخدم ديريكتومون، نفوت سانك، العدد هو الأول يتكتب أ. شحال عندي من أ؟ زوج، وعندي جودة إذا نعبر عليها بقوة بي، داكوغ. دونك نمشيو سانك X plus 4X. دونك نفس الشيء اللي خدمناه بحال هادي، نجمع الأرقام مع الأرقام تعطيني 9 X، 9 ديال X. داكو حنا ما رحناش خدامين في الجداء، في الجمع. دونك هنا كنا نخرجو من هنا نمشيو هنا، دونك تساوي هنا العكس، عندي جوج بي وعندي جداء عطاتني 20 أبي. دونك كيفاش غادي نخدم هادي؟ غادي نمسحو هنايا هادو، اثنان بي في تساوي 20 أبي، عندي جداء. دونك اثنان ها هي رقم، هنا عندي رقم، دونك فاش غادي نضرب اثنان باش تعطيني 20؟ في 10، اذا نكتب هنايا 10. دونك كما سبقنا شفنا هنايا في الجداء، شوف الارقام هما الاولى، دونك فاش ضربت زوج باش عطاتني 20 في 10. مزيان، بي ها هي، وهنا عندي غير وحدة، إذا بي ما غاديش نبدلها، تبقى غير بي وحدة. هنا شنو كاين؟ أ، وهنا ما عنديش أ، إذا شنو غادي نحط هنا؟ 10 أ. إذا باش نتأكد غادي نعاود ندير الجداء، اثنان في 10 20 أ بي، دونك عندي صحيح. إذا هنا غادي نعمرو بعشرة أ، داكوغ. دونك الثانية عندي 7 أ زائد، إذا هنا الجمع تساوي 10 أ. دونك شحال غادي نعطي في هاد لي بوانتي باش تعطيني 10 أ وعندي جمع؟ دونك أول حاجة غادي يكون عندي نفس العدد أ، دونك أ أ أ. شحال غادي ندير هنايا؟ يعني شحال غادي نزيد على 7 باش تعطيني 10؟ دونك 3. اذا هنا غادي تجينا 3 أ، دونك 7 زائد 3 هي 10 و أ. هنا راني في الجمع، ما نقدرش نكتب أ أس 2، داكوغ. دونك أ أس 2 زائد أ أس 2 تساوي شحال؟ دونك هنا لاحظوا عندي الجمع، ماشي نشوف الأس ومشي نطبق القاعدة نتاع الأس، يعني نتاع القوى. دونك القوى كتطبق فقط في الجداء، إذا عندي الجمع. شحال عندي من أ أس 2؟ عندي وحدة هنا وحدة هنا، إذا نجمع 1 زائد 1 هي 2 أ أس 2، دونك تعطينا 2 أ أس 2، داكوغ. إذا هنا غادي يوقف الفيديو ديالنا، حاولوا انكم تخدموا التمرين عاد نشوفوا التصحيح.